أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يضركم إلا أذى. الكلام هنا على اليهود، الكلام على إيه؟ على اليهود. في فرق بين الضرر والأذى. الأذى هو الذي لا يترك أثرا، يعني إيه؟ تمسك واحد تضربه قلم كده، ده اسمه أذى. واحد يكلمك كلمة كده يعني ما تحبهاش، ده أذى. إنما الضرر الذي يترك إيه؟ أثرا. فهو ربنا بيقول للمسلمين ويبشرهم ويقول لهم ما تخافوش، لن يتعدى ضرر هؤلاء اليهود إلا أذى، يعني بالقول والإيه؟ لن يضروكم إلا أذى، أي أذى لا يستمر. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء اليهود إن قاتلوك سينهزمون، وقد تحققت هذه البشارة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ما حارب اليهود أو حاربوه إلا وانهزموا ثم لا ينصرون. يا سلام، شفت كلمة ثم لا ينصرون؟ يعني إيه؟ يعني مش دلوقتي وبس، ثم دي للتعقيب، يعني حتى إلى يوم القيامة لو أعدوا ما أعدوا لن ينتصروا عليكم ما دمتم مؤمنين. ما دمتم إيه؟ ثم لا ينصرون، هي دي معنى ثم، ما قالش فلا ينصرون، لا، ثم لا ينصرون. وهذا الأذى وإن كان في باطنه أذى إلا أنه في باطنه نفع. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الضار النافع. اسمه إيه؟ اسم الضار ده ربنا ما بيوريش منه أي حد حاجة خالص، لأن لو ربنا حب يضر حد يعني ده يفنيه، فربنا ما بيبينش لأي حد من هذا الاسم شيئا. ولكن الاسم اللي احنا عارفينه في الكون هو النافع. النافع ده بقى في حاجة اسمها نفع النفع، وفي حاجة اسمها ضرر النفع. اللي احنا بنشوفه نفع، يبقى ده اسمه نفع الايه؟ النفع، من اسمه النافع. اللي احنا بنشوفه ضرر ده هو برضو من اسمه النافع، مش من اسمه الضار. لأن مفيش نفع ضرر في الدنيا مطلق، لازم يكون نسبي. الحاجة اللي بتنفعك هتضر غيرك، والحاجة اللي بتضر غيرك هتنفعك، فمفيش ضرر اسمه ضرر. لن يضركم إلا إيه؟ يعني لو حاجة ضرت المسلمين يبقى هتنفع مين؟ الكافرين. ولو حاجة ضرت الكافرين هتنفع مين؟ المسلمين. مفيش حاجة اسمها ضرر مطلق. فهمتم الحته دي؟ الضار الايه؟ النافع. فهو من حيث بروزه منهم يبقى ضرر، مش كده؟ ومن حيث تعلقه بكم نافع. واي واحد في الدنيا لو اي حد ضره في حاجه وصبر عليه، الضرر ده ينقلب نفع ولا ما ينقلبش نفع؟ ينقلب نفع. فانت لازم تصبر على اذى الناس، عشان أذاهم ده هو نفع بالنسبة لك، هو طالع منهم أذى بس بالنسبة لك أنت تستقبله إيه؟ نفع. إذ لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. لولا وجود عكس الإيه؟ لما كان للمعنى إيه؟ معنى. فلولا وجود الضرر لما كان للنفع ايه؟ معنى. ولولا وجود الايه؟ العسر لما كان لليسر ايه؟ ولولا وجود النور لما كان للظلام ايه؟ معنى. ولولا وجود الشر لما كان للخير ايه؟ فإذ لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى ايه؟ فهمت بقى؟ فالضرر حلو مش وحش، عشان لولاه لما احسست بالايه؟ بالنفع.
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. يا سلام، ضربت يعني لزمتهم، لزمتهم، لزمتهم. يعني ايه بقى لزمتهم؟ في حاجة اسمها الذلة وفي حاجة اسمها المسكنة. الذلة قد تأتيهم وقد لا تأتيهم، إنما المسكنة دي لازمة لهم، لازمة ذاتية لهم اليهود. يعني إيه؟ يعني هؤلاء اليهود طول ما هم لوحديهم يبقى فيهم ذلة، يبقى فيهم إيه؟ ذلة. لو ربنا مد لهم حبل من عنده، الحبل ده إن النبي عاهدهم فيصبحوا من أهل الذمة، فهذا الحبل الذي مد لهم من الله يرفع عنهم هذه الذلة، يبقوا أقوياء. في ناس بتحميهم بقى، لو حد جه من بره المسلمين هم اللي يحموهم، مش كده؟ إلا بحبل من الله وحبل من الإيه؟ أو أمريكا بقى تمد لهم حبل من عندها وهم بيترموا في أحضنها عشان إيه؟ عشان يشيلوا من عليهم الذلة ديت. يبقى هم أقوياء بمين؟ بأمريكا. يبقى دي اسمها الذلة. إنما المسكنة لا ترفع أبدا. يعني مع انهم امريكا بتحميهم وكذا وكذا، الا ان المسكنة الذاتية جواهم لن ترفع، هي موجودة جواهم. مع كده يقول لهم الحقونا العرب هيموتونا مش عارف ايه، هم مش بيمثلوا، هم كده، هم طبيعتهم كده. انت بقى تفكر ان هم بيمثلوا عشان امريكا يعني، لا هم كده. المسكنة، عرفت ايه الفرق بين الفيلا والايه؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. هؤلاء اليهود كانوا بعد سيدنا موسى عليه السلام وقطعناهم في الأرض إيه؟ أمما، يعني بقوا في كل حتة كده متفرقين. ولكن في الكتاب بتاعهم أن هناك نبيا سيبعث في آخر الزمان، ومبعثه من المدينة المنورة، المدينة اللي احنا عارفينها. فكلهم تجمعوا تاني فين؟ في المدينة. قال لك بقى نستنى بقى النبي بتاع آخر الزمان. وفعلا بقى تجمعوا، وبعدين لما جه النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به، ولكنهم حبوا أن يأمنوه فخدوا معاه العهود والمواثيق فأصبحوا أقوياء، ولكنهم خانوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبذ إليهم جميع العهود والمواثيق فأصبحوا ضعافا، وخرجوا. النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم من الجزيرة الإيه؟ قال أخرجوا اليهود والنصارى من الإيه؟ من الجزيرة الإيه؟ فباءوا، أي رجعوا أمما كما كانوا، بغضب من الله. فباءوا بغضب إيه؟ من الله. وضربت عليهم المسكنة التي لا تنفك عنهم إلى يوم الإيه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، معجزاته. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم معجزات كثيرة، المن والسلوى ورفع الجبل، ولما سيدنا موسى ضرب الحجر وانفجرت منه 12 عينة، حاجات كثيرة جدا ربنا عملها له، والبحر، انفلاق البحر لسيدنا موسى. ومع ذلك كفروا بجميع هذه الايه؟ الآيات. ويقتلون الأنبياء، مش نبي واحد، يعني كان ربنا بيبعت لهم انبياء كثر. يعني كان الواحد يصحى من النوم كده يلاقي نفسه نبي، يلا يا ناس حرام عليكم اللي بتعملوه ده، وترجعوا تاني يقتلوه. كانوا يقتلون في اليوم 70 نبيا، انبياء كتير. شفت كلمه الانبياء؟ جمع ده، جمع ايه ده يا شيخ احمد؟ جمع تكفير، جمع تكفير، مش جمع عادي يعني، اسمه جمع ايه؟ تكفير. ويقتلون الانبياء، وكلمه يقتلونه مضارعه يعني استمرار. ويقتلون يعني شغالين في قتل الايه؟ الانبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا ايه؟ يعتدون. الملحظ بقى انك تجد ربنا سبحانه وتعالى لما يجي في ربنا ده حنين جدا حقيقة، الحنان المنان، يجي يقول لك ضربت عليهم،
مبني للايه؟ للمجهول، ما جابش اسمه، ما قالش ضرب الله عليه يعني، خلاص كده. انما لما يجي بحبل بقى يقول لك وحبل من الله، الا بحبل من مين؟ من الله. يجيب اسمه بقى في الحاجات الايه اللي فيها حنان، يجيب اسمه. الحاجات الصعبه اللي هي فيها ابنها للايه؟ للمجهول. شفت بعد كده حنان يعني. ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه. الناس دول فيهم صفات خير امه اخرجت للناس، يبقى الناس دول اسلموا. الناس دول ايه؟ اسلموا. قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. دي هم ما كانوش بيعملوا كده اليهود، ما كانوش بيقوموا طول الليل ولا يسجدوا ولا ما عندهمش الكلام دوت يعني، ده ما عندهمش صلاه عتمه يعني، ما عندهمش صلاه عشاء اصلا. يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي صفات مين؟ خير امه. كنتم خير امه، يبقى دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ دول مسلمين. اناء جمع انن، جمع ايه؟ كامعاء جمع معن، صح كده؟ ومفردها انن يعني الوقت، يبقى اناء يبقى ايه؟ اوقات، مش كده؟ القيام ضد الايه؟ القعود، مش ضد الجلوس. ايه اللي ضد الجلوس؟ الاضجاع، يعني يقول لك كان مضجعا فجلس، ما يقولش كان قائما فجلس، يقول كان قائما فايه؟ فقعد. يبقى القيام عكسه الايه؟ القعود. يتلون آيات الله آناء الليل. آناء ايه؟ الليل لي، لا للقرآن ايه؟ يتلى. فلا تفتح فيه أبواب قلبك إلا لي وحدي. الليل ده اللي بيقوم الليل، يا إما هو من المقربين أهل المشاهدة، يا إما هو من الأبرار أهل الأذكار والأوراد. يبقى في أهل الله الذين يدخلون على الله بالله، لا بالأوراد ولا بالأذكار. وفي أهل الأذكار وأهل القرآن وأهل الذين يدخلون على الله بالقرآن وبالأذكار وبالصلاة. حتى متى لا تجمعك علي إلا الأذكار والأوراد والصلوات؟ يعني ربنا بيقول للأهل للأبرار دول اللي احنا ما حصلناهمش لسه. احنا لسه ما حصلناش الأبرار، خلي بالك. فبيقول للأبرار دول حتى متى لا تجمعك علي إلا الأذكار والأوراد مش كده ولا إيه؟ وحتى متى لا تجمعك علي إلا الأقوال والأفعال، كل ذلك غيري. يعني الأوراد والأذكار مش هي دي ربنا، لا، لازم الواحد يجتمع على الله بالله. يعني أول ما غمض عينه يجتمع على الله سبحانه وتعالى. فالواحد بالليل، وخصوصا بالليل، لان بالليل ده يعني ده باب الحضره بقى، يعني ما ينفعش ان احنا كمان بالليل نبقى يعني. فاذا رايتني علمتك علما لا ضد له، يعني ربنا يعلمك علم مش ضد الجهل. وعرفتك معرفه لا ضد له، واغنيتك غنى لا ضد له. ده بقى اللي هو اهل المشاهده، اهل الايه؟ مش عارف. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. يا سلام، السرعة عكس العجلة. السرعة محمودة، السرعة ايه؟ وهي التقدم فيما ينبغي التقدم فيه. يبقى السرعة التقدم فيما ينبغي الايه؟ وسارعوا الى مغفرة. والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه، العجلة من الشيطان، واخد بال حضرتك كده.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بص يعني هقول لك حاجة تانية، السرعة عكسها ايه؟ البطء مش كده؟ والعجلة عكسها ايه؟ الأناة. يبقى العجلة من الشيطان، إنما الأناة مستحبة. الأناة الواحد يبقى ايه؟ إن فيك صفتين يحبهم الله، وايه؟ الحلم والايه؟ والأناة. والسرعة مستحبة والبطء مش مستحب، يعني البطء مش مستحب، خلاص كده؟ لأن البطء في الحاجات اللي ينبغي إن احنا ايه نسرع ايه فيها. فهمتوا الحتة ديت؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله تعالى، والعجلة من الايه؟ من الشيطان. يعني الواحد ما يتعجل، ما يتعجلش في الحاجات اللي مش كويسة، إنما يسرع في الحاجات اللي هي ايه؟ كويسة. وقال صلى الله عليه وسلم: الأناة خير في كل شيء إلا الصلاة إذا حانت. يبقى لازم فيها الايه؟ السرعة. والجنازة إذا ايه؟ حضرت. والجارية إذا بلغت، يعني البنت الصغيرة لما تبلغ نجوزها. طبعا ده كان العرف السائد زمان، لأن كان كده، إنما العرف دلوقتي مش كده. الأعراف يؤخذ بها في الدين، خذ العفو وأمر بالإيه؟ بالعرف. فالعرف دلوقتي إن البنت بتخلص الكلية وبعدين نقرأ فتحتها، مش كده؟ وبعدين تخلص الماجستير وتتشبك، وبعدين تخلص الدكتوراه وتتجوز. يعني كل بلد ليها العرف ايه بتاعها. في الفلاحين ما فيش العرف ده، في الفلاحين مش كده، لان البنات في الفلاحين كتير منهم ما بيخلصوش، يقول لك مش غاوي علام، هو ما بيصدق ان البنت ايه ما بتروحش المدرسه، يبقى مبسوط قوي، يقول لك دي مش غاوي علام لما جوزها. انت فاهم بقى؟ انما في هنا ما ينفعش. في بقى حاجة اسمها التسويف. التسويف وهو المماطلة. التسويف، النبي عليه الصلاة والسلام قال: التسويف شعار الشيطان. التسويف ايه؟ شعار الشيطان. فالتسويف يبقى احنا خدنا بقى البطء والأناة والتسويف. فهمت؟ ويأمرون بالمعروف وينهون ويسارعون في الخيرات وأولئك وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ لأن الكفار يظنوا أن أموالهم وأولادهم ستغني عنهم شيئا من مين؟ وانتوا عارفين ان انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنه. فتنه مش عيب يعني، فتنه ديت يعني اختبار، قد تمر منه قد لا تمر. يبقى العيب انك ما تمرش من الاختبار، مش العيب ان يبقى عندك اموال واولاد. يعني عندك اموال واولاد ده مش عيب، مش فتنه يعني حاجه وحشه، لا فتنه يعني اختبار. وما يفعلوا إن الذين كفروا، أيوة، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، بيدي مثل للكفار اللي ربنا سبحانه وتعالى مش في دماغهم بقى، يعني بيعملوا أعمال صالحة كثيرة ولكنهم بيعملوها عشان خاطر يقال عنهم كذا وكذا، أو عشان خاطر الإنسانية، أو عشان خاطر. فهؤلاء الناس أعمالهم الصالحة كلها هباء عند الله، بتروح في الآخرة ما يلاقوهاش. كمثل ريح فيها صر. الصر
هي الشدة. يعني هذه الريح فيها صوت شديد وبرد شديد، يبقى هي الشدة في البرد والشدة في الايه؟ والصوت. طبعا الريح لما يبقى فيها شدة كده تهلك الحرث والناس بريح صرصر، مش صر واحد، صرصر عاتية اللي ربنا بعتها لعاد لقوم ايه؟ عاد، كانت صرصر. صرصر يعني في اتجاهين معاكسين، ما هو كلمة صرصر يعني جاية في اتجاهين ايه؟ معاكسين. انما لما يقول صر بريح فيها صر يبقى ريح جاية من اتجاه ايه؟ واحد. زلزلة يعني ايه؟ كده وكده، يعني في اتجاهين ايه؟ كل حاجة في اتجاهين متعاكسين، هتلاقي ايه؟ الفعل بيتكرر عشان يقول لك ده مش في اتجاه واحد. فأقبلت امرأته في صرة، يعني في جلبة وصوت. يا أيها الذين آمنوا، فيها سر، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله، لأن ربنا مش ظالم، ده ربنا لسه محرم الظلم، هو هم اللي ظلموا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة هم خاصة الرجل وأهل مشورته، جاء من البطن، يعني البطن ملتصقة بالظهر، والبطانة بتاعت البطانة بتاعت البدلة ملتصقة بالجسم، يبقى دي البطانة اللي هم بيخشوا عليه كتير ويشاورهم كتير، مش كده؟ فحين يتخذ الإنسان بطانة من الكفار فإنهم لا يألوا جهدا أو جهدا، هي بتتقرب الاثنين جهد وإيه؟ وجهد. والذين لا يجدون إلا إيه؟ جهدهم أو جهدهم، فيها قراءتين. فهم لا يألون جهدا أو جهدا في إيقاع التعب والمشقة بكم والفساد، فربنا بينهانا عنهم، بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني هؤلاء الكفار غيركم ودونكم في الإيه؟ في المستوى، دونكم في كل شيء، دونكم في الدين، دونكم، لا يألونكم خبالا. خبالا يعني فسادا، يعني لا يدخرون عنكم فسادا. طبعا هؤلاء الناس اللي هم دول عدو، ويعني احنا بيقول لك العداوة تزيل العدالة، يعني ما ينفعش عدو يشهد على عدو في المحكمة، مش كده؟ يبقى انا اتخذه بطانة وهو ما ينفعش يشهد عليا لان عدالته عندي مش موجودة، يبقى هو مش عدل عندي عشان هو عدوي، وانا اتخذه بطانة يبقى العداوة تزيل الايه؟ العدالة. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر. قال صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. البلاء ايه؟ موكل بالايه؟ بالمنطق. ما قد بدت البغضاء من ايه؟ من افواههم. وقال صلى الله عليه وسلم: انت في سلامة ما سكت، فاذا تكلمت فلك او عليك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. لما تسكت محدش هيقول لك انت فين، لما تتكلم بقى يا لك يا ايه؟ يا عليك. ممكن تتكلم كلمة كده والبلاء موكل بها، موكل بها، يحصل لك بلاء، فاسكت احسن. وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.